السلام عليكم، معكم فوزياش ميكاب ارتست وزيانة من مدينة الناظور. انا عندي سنتر دو بوتي سبا في مدينة الناظور اللي اسمها فوزيا بيوتي. انا قررت انني نفتح سنتر ديالي في هذه المدينة بحكم انني كنحبها بزاف وكنحب الناس ديالها، والزوج ديالي من مدينة الناظور. الوغ قررنا اننا ندخلو بحكم انني انا مقيمة في بلجيكا، قررنا اننا ندخلو لمدينتنا اللي كنبغيوها وداكشي، ونستثمروا فيها واحد المشروع اللي هو زوين وفخم بهذا المستوى اللي نال اعجاب الحمد لله ديال الجميع الناس، ومنهم عرائس اللي كيجيو عندي كيعجبهم الحال كيلقاو داكشي اللي بغاو في السونتر ديالي الحمد لله، من ناحيه ديال لو سيرفيس، من ناحيه ديال لا كاليتي دو برودوي، لا كاليتي دو ترافاي. المهم الحمد لله لقاو الاعجاب ديالهم، ونتمنى يعجب الناس كاملين ان شاء الله. وبخصوص العرايس، انا وجدت واحد الكوليكسيون جديده، كنقول لهم انني وجدت واحد الكوليكسيون جديده اللي راني كنوجدها بالنسبه ل 2020 اللي غادي تنال اعجابهم ان شاء الله. وقريبا غندير واحد الشوتينغ جديد مع الفنانه دنيا باتما وفنانات اخرين ان شاء الله، حيتاش تعودت انني لي شوتينغ ديالي كنديرهم مع فنانات اللي هما محبوبات عند الناس كاملين. الوغ هاد العام ثاني قررت انني نعاود شوتينغ مع الفنانه دنيا باتما لانني كنحبها نيس من قلبي، وغنتعامل مع فنانين اخرين نخليوها ان شاء الله مفاجاه حتى نقولها لكم مره اخرى ان شاء الله. اللي خلاني ندخل لهاد الدومين انني كنحبو بزاف من الصغر ديالي، كان كيعجبني ملي كنت صغيره ديما كنهز الميكاب كنبقى نخربق في وجهي، كيعجبني الحال، كيعجبني الصبيديه، كيعجبني خصوصا الميكاب كيعجبني بزاف. وصافي لقيت راسي خصني ضروري نلتجأ لهاد الدومين لانه كيعجبني، وفعلا دخلت لهاد الدومين بقيت كنتعلم وداكشي، وبديت لدرجة كنت انايا الموفقة في ليكول ديالي، كانت زعما تشجيعات من هذيك السيده اللي كنت كنتعلم عندها، كتقول لهم ديما راه فوزيا هي الطوب، فوزيا اللي كتبدع، فوزيا اللي كدير، ديما كتجيب الجديد، يعني ما كنبقاش في داكشي اللي تعلمنا وصافي، ديما كنقلب على الجديد، وهكاك بقى فيا داكشي. دونك انا ديما كنقلب على الجديد، وكيعجبني اي حاجه سميتها ميكاب كتعجبني. فوزيا بيوتي كتميز بالميكاب، انها مبدعه، انها يعني ملي كتكون كتصايب لشي كليونت ولا شي عروسه كنحس انا بنفسي انني كنرسم شي لوحه فنيه، يعني كنحس بواحد انني كنبدع شي حاجه. والحمد لله هذا الشيء كنلقاه حتى يعني من لي كليونت، لي كومونتير ديال لي كليونت ديالي وداكشي كيقولوا لي ما شاء الله زعما انت مبدعه، انت ستار. يعني ملي كنسالي لا كليونت عمر يعني شي كليونت قالت لي لا ما عجبنيش، ولا شي حاجه كتقول لي ديما واو واو، يعني كيعجبها الحال الحمد لله. دونك لو سونتر ديال فوزيا بيوتي اول حاجه كيتميز بالميكاب، ثاني حاجه عندي دي بروفيسيونيل بالنسبه للحلاقه، عندي متخصصين دي تكنيسيان متخصصين في لي كولوراسيون في لي بالاياج وداكشي، يعني عندي متخصصين اللي ما كاينينش في الناظور كامل، يعني دي سبيسياليست زوينين بزاف. وهادشي انا كنلقى لو سونتر ديالي متميز بهادشي اللي ما كاينش في لي سونتر الاخرين. سكوين ديالي انا كان في المغرب، في البدايه ديالي كانت في المغرب، ومنين خرجت لاوروبا وداكشي بديت كندير لي فورماسيون. وبالنسبه لهاد الدومين نورمالمون انا كنشوف ان خص شاكاني بنادم يدير لي فورماسيون، ان هاد الدومين راه بحر وفيه الجديد ديما الجديد. دونك انا ما كنكتفيش بفورماسيون وحده ولا جوج، عندي شاكاني عندي واحد دو فورماسيون كنديرهم اوبليغاتوار باش كنجيب الجديد للناس ديالي، وكنقلب ديما على الجديد وكنقلب عليه في اوروبا. انا درت دي فورماسيون في فرنسا، درت دي فورماسيون في بلجيكا، درت دي فورماسيون في الالمان، درت دي فورماسيون في الخليج. دونك انا كيعجبني البحث، انا من داك النوع اللي كيعجبني البحث باش نجيب ديما الجديد والحاجه الزوينه. وان شاء الله نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. بالاضافه الى المكياج
والفن ديالو. عندي تخصصات اخرى منها يعني ملابس العروس وليزاكسسوار ديال العروس، منها عماريات وداكشي اللي كان نحاول انني ندير لهم ديزاين ديالهم، ان الديزاين ديالي يكون سبيسيال ويكون بوحدو، يعني ما يكونش عندي نفس اللي عند هاد الزيانه عند هاد الزيانه. انا كيعجبني نكون لي موديل ديالي بوحدي، نكون متميزه بالالبسه ديالي وبليزاكسسوار وعماريات. هدفي الطبع اللي ديما كان يعني كنوقف عليه، ضروري خص ان حاجه ديال فوزيا بيوتي تكون سبيسيال، ما نكونش متشبهه بوحده اخرى، ونعطي صوره حقيقيه للمغرب خارج المغرب في الدول الخليجيه والدول الاوروبيه ان شاء الله. وكنتمنى الاسم ديالي يعني يكون عالمي ان شاء الله، داخل المغرب وخارج المغرب ان شاء الله. Gracias al cine, gracias por hacernos disfrutar del cine.